الفائز بمنصب النقيب حصل على 125 صوت وهو الاستاذ مسعد كودة بنسبه 51.6%. شغلنا من قبل الساعه 8 واحنا هنا لحد قفلنا باب التصويت الساعه 5 مساء وقعدنا نفرز الساعه كام الوقت عدت 2 بالليل. واعضاء النقابه نفسهم شهدوا انه ما شافوش انتخابات نزيهه زي دي قبل كده. الانتخابات اللي فاشله من ساعه ما بداناها النهارده لحد اخر اليوم قاعدين في مسرح زي السردينه في يوم زحمه جدا، قاعدين الحاجات مكشوفه، الورق جاي مفتوح. نعلن نقابتنا المستقله الجديده لكافه المهنيين المحترمين والمحترفين. في ناس دخلها عن المهنه مش من حقهم ياخدوا كارنيهات النقابه دي، هم زوروا لهم عضويات وبيكسبوا بيهم الانتخابات. احنا اعلنا قبل النتيجه خالص ان احنا هنستقل عن الناس دي. قضاء نزيه وبلدنا بخير، ولكن فيها قله قليله بتبهدل خرب الدنيا، مبهدله منا الشرطه ومبهدله منا المجلس العسكري ومبهدله منا القضاء، وفي الاخر جايين بيشككوا في انتخابات نزيهة وشريفة وحرة، وعملوا مشاكل الصبح، والأستاذ علي نفسه رد عليهم ومسكهم هانهم وبهدلهم وقال لهم الكلام ده مش لصالحي. محمد فاضل، كل الناس المحترمه بجد، الثوار بجد، وهنسيبها لفلول الوطني يشبعوا بيها، بس هناخد حقوقنا منها وهنمتنع عن دفع ال 2% ومش هياخدوا مننا مليم. ما هو كان في مندوبين عنهم فوق في المنصه، وده يؤكد نزاهه العمليه الانتخابيه، فالنتيجه كانت معروفه يعني بصفه شبه مؤكده قبل عينها بساعتين، لان كان كل صندوق عليه 2 مندوبين على المرشحين، عن كل مرشح مندوب، فكانت النتيجه شبه معروفه. فلما عرفوا ان فلان ده هينجح او على قاب قوسين او ادنى من النجاح، بدات بقى المشاجرات وتبادل السباب والقذف. هقعد مع زمايلي اللي كانوا معتصمين في النقابه، انا ومجلس النقابه، وندعو لحلول طرد الجميع، يعني وخصوصا ان النتيجه يعني مرضيه. كنا بنتمنى انه يبقى 7 على الاقل من الشباب، وده يتحقق. بالتأكيد النتيجة يعني أعتقد مرضية جدا لينا.